بعد حصوله على الماجستير بإدارة الفنادق التسويق وإدارة الأعمال، أطلق توني بريس بباريس شركته الخاصة ليفل باي توني بريس لتنظيم حفلات الزفاف والمناسبات الفاخرة. من باريس رجع توني على بيروت وافتتح فرع لشركته الفرنسية اللي صارت بسرعة رمز للذوق الرفيع. ومن بيروت وسع توني أعماله فوصلت لأبو ظبي والرياض وأصبحت شركة ليفل باي توني بريس بتتمتع بشعبية واسعة. جمعنا أنا وعلي بتوني بريس لقاء مميز حكينا فيه شغل وكمان عم الشغل. توني بريس، اهلا وسهلا فيك ببرنامج اخر مودة. انت وصلت هلا من باريس، نحن بنعرف انه انت مكتبك الاساسي بباريس، ومن باريس رجعت جيت الى بيروت وللبلدان العربيه. لا. الانطلاقه عالميه من باريس تحديدا، ليه اخترت باريس؟ انا تركت بيروت، رحت تعلمت بباريس. شو درست؟ صدفه، اشتغلت اداره فنادق، تعلمت اداره فنادق بالاول، وبعدين عملت ام بي اي لكجري مانجمنت، وبلشت اشتغل بباريس وحياتي بباريس وبقيت. ليه حبيت الاعراس؟ اللي حبيته هو الديكوريت، يعني الاركتكتشر، الهندسه الاعراس، هيدا اللي حبيته فيها، وهالجلامر اللي موجود بالاعراس، والفكره انه كل مره بتغيري ديكور من ديكور لديكور، بعدين بتعملي شغله فريمون بتسعدي هالكابل وهالعالم. اكثر شيء بحبه بالايفنتس اللي بتعملهم انه فيهم تاتش دائما فاشنبل، دائما على الموضه. ليه اخترت انك تكون بهيدا الدومين؟ مثلا ليه ما اخترت تكون ديزاينر؟ هيدا اللي كان البيوت انه نعطي اخر موضه بالاعراس. ليش؟ لانه ما درستها، كان لازم بس ما درستها، ف وقتها اجى الوقت وعملت شيء له علاقه بالايفنتس وبالاوتيلات وباللكجري وكل هيدول، بقى لقيت الموقع اللي انا بحس حالي فيه واللي هي هندسه الاعراس، يعني حسيتها بتناسبني 100%، وبحب هالتغيير اللي بيصير يوم كل مره بتخلقي مدينه، بتخلقي جو، بتخلقي حلم تام، وبتفوت فيه. يعني انا والتيم تبعي بنشتغل بهالطريقه، منعيش فريمون هالحلم قبل العرسين او قبل تقعد مع العروس والعريس، بتفهمون يعني بتعرف كيف بتصير. ضروري. بس انا هلا بدي اتجوز، شو لازم اعمل؟ بروح عند توني بريس. اهلا وسهلا فيك. تجوزت؟ بس انا عروس طبعا. ايه، اليوم العالم اشكال والوان وزبونات، بالنهايه نحن انا بدي اندمج معهم وبدي اتناسق مع كمان مين هن، هيدا المهم، وبيهمني انه اعملهم شيء ينبسطوا فيه بالنهايه، ونحن يكون على الصوره تبعنا، الايمج تبعنا، بالمبادئ تبعنا، وينبسطوا هن كمان ومدعوين كمان. شو الفرق بين الاعراس فينا نقول بتصير باوروبا بباريس وبالبلدان الاوروبيه؟ نعم. والاعراس اللي بتصير بالسعوديه والامارات والبلدان الخليجيه؟ نعم، عندي كمان زبونات كلاينتس يعني بباريس، وعندي كلاينتس بالخليج، وعندي كلاينتس بلبنان، وعندي كلاينتس باوروبا. طبعا بتختلف، ستايل هو واحد، ليفل باي توني بريس، بس هن الديماندز تبعهم بتكون غير، يعني متطلباتهم بتكون غير. اعراس اوروبا نحن بنقول سمبل، بس هي منا هالقد سمبل، هي معموله بشياكه او بطريقه بتكفي لاوروبا، اوكي؟ السعوديه مثلا، شو اكثر شيء باوروبا بيحبوا او بيشددوا على اي نقطه؟ الورد، بحبوا كثير الورد. الورد is something major، مثل بامريكا. أوكي. الورد is something major، الحيطان، السقف، هيك اوكي، هيدا ديتيل، بس الورد، كميه الورد، شكل الورد، الشغل بالورد باوروبا هو الاساس. مع انه لما نسافر على باريس كثير صعب نلاقي كتير ورد، وكثير غالي الورد. اتز صعب وغالي، بس حلو. بس حلو. بالسعوديه، بالبلاد العربيه يعني اجمالا، في كرييشن للاعراس اكبر، يعني 800 1000 شخص، 2000 شخص، مساحات اكبر، ديكورات طبعا اعظم، ولازم يعني ببلشوا من ابهار، من في ابهار، صح. وكل عيله يعني اليوم العرس عندهم هو اهميه العيله، كمان بيلحق اهميه العيله، فديكوراتهم بتبلش من الاول للاخير فريمون مدينه بكاملها، حلم عن جد رائعين. وبلبنان
عندنا ان بتوين اتليت. توني قبل ما نكون بمقابله رح يجريها معك زميلي علي جفال، بدي اعرف منك اذا على الانستغرام نحن حابين نشوف الصور، لانه بتعرف نحن هيدا الجيل كثير بحبوا يفوتوا على السوشيال ميديا خاصه الانستغرام. صح. وين بنلاقيك؟ الانستغرام اكونت تبعنا هو @levelbytonibreiss، كل الشغل موجود او كثير من الشغل موجود على البيج تبعنا. اجمل شغل موجود بيكون. تسلمي. توني بدي اقول لك انه نحن من بعد ما ترجع من عند علي رح نحكي اكثر عن الشمعه، شمعه توني بريس. نعم. وعن اكيد امور اخرى.